نشد العديد من تجار بيع الفواكه بولاية أدرار الذين قاموا بجلب بعض الفواكه الاستوائية النادرة من المعرض الدولي الإسهار الذي أقيم مؤخرا في ولاية منراست، مطالبين السلطات الوصية من تمكينهم من جلب واستيراد هذا النوع من الفواكه على غرار الأناناس المانجا وجوز الهند من الدول المجاورة، معتبرين أن هذه الفواكه الاستوائية كانت تجلب بالمياقظة لعدم قدرة الجزائر على إنتاجها، كما كانت تساهم في تغطية المنافسة وغلاء الأسعار وتمكين المواطن البسيط من تذوق هذه الفواكه الاستوائية بأسعار مقبولة، المزيد في تغطية مقني الخضر. سمين كما يجيش منا محمري مشتاه انا كاع على في السيبيرات الاول راجينا غير من لافريك جوز الهند مواتكوك، وحنا كيما نقولوا فرع دي راهي عندنا على في السيبيرات دايره 150 في الكيلو، وانا نبيع فيها 45 في الحبه. سمي اي واحد ينجم يدير واحد كيلو هذيك، دير واحد كيلو ولا اكثر، دير واحد كيلو هذيك كان يطلع كيلو كان حتى تلحق حتى 2 كيلو ورقه الحبه. ولا مونغ كاين 45 ومواتكوكو 30 في السيبيرات 30 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
الكل. وعلى في الشمال السلعه هذه غاليه بزاف كما الانانا قد 100000. يا الله ويا هذه سلعه النشر هي من النشر دايرينها 45 في الحق وهذه سلعه الافريق هي 25 في الحق 25 خمسة 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 بزاف كاين بلاصه في نيجيريا بزاف غير حلونا غير مع نيجر ومالي بزاف زعما غير مالي نيجر تكفي باه تكون السلعه هذه متوفره على طوال العام في الشمال في الشمال كما في الجنوب وين الجميع كلها نقولوا لي عندو لي وتولي هذا ماهوش ان لوكس لا تقول لي شوف قول لي فاك هذه ما تجيها كيما البنان بالكاروتي 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 هالأرارة هالأرارة هالأرارة